السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تساءلتم يوما ما هي أضرار فاكهة الكاكا ولكن نوعا ما لا تظهر أي أعراض مباشرة ولكن كالتالي: أولا، من الممكن أن تؤدي للأسف إلى انشداد الأمعاء والإصابة بالإمساك الشديد، وأيضا من الممكن أن تصاب بالحساسية الشديدة، وأيضا من الممكن أن تصل أحيانا إلى الإصابة بالنزيف الدموي، والذي ذلك يحدث لبعض الأشخاص وليس جميعا. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يتواجد لديهم حساسية من فاكهة الكاكا، إذ تعمل على خفض ضغط الدم بشكل كبير، والتي من الممكن أن تؤدي إلى نزوله عن الفترة الزائدة عن ذلك، فذلك قد يسبب مثل الدوخة والشعور بالدوار وإلى آخره. وأيضا من الممكن أنها تؤدي إلى خفض نسبة السكر عن الحد الطبيعي للأسف.